بعض الناس إلى الآن غير مقتنعة أنه يمكنك أن تربح من اليوتيوب في سوريا. من يتابع القناة يعلم بأننا تحدثنا في فيديوهات سابقة أنه إن كان لك صديق أو شخص في خارج سوريا يمكنه أن ينشئ لك أدسنس باسمه في البلد المقيم به وتربط الحساب بقناتك وتربح من اليوتيوب وأنت في سوريا. عندما يراسلني البعض على الإنستغرام يسأل هل صحيح أستطيع إنشاء قناة يوتيوب في سوريا؟ وهل صحيح يمكنني أن أربح من اليوتيوب وأنا في سوريا؟ وهل سيحظر اليوتيوب القناة إذا عرفها أنها موجودة في سوريا؟ والكثير من الأسئلة حول هذه المواضيع. وفي الحقيقة أنا لا ألوم من يسأل حول هذه المواضيع، لأن صناعة المحتوى ليست بالأمر السهل. أن تبدأ بهذا المجال وتتعب على القناة وفي النهاية لا يوجد ربح أو لا يوجد مقابل لتعبك وجهدك لن تكمل في هذا الطريق. فالبعض يريد أن يتأكد قبل أن يبدأ في هذا المجال. أولا أريدك أن لا تصدق كل ما تسمعه على وسائل التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت حول اليوتيوب في سوريا. الربح من اليوتيوب في سوريا حقيقي وهذه قناتنا أمامك. تم إنشاؤها من حوالي سنة وحققنا الشروط وقمنا بربط القناة بأدسنس وتم قبول القناة بتحقيق الربح. والآن الحمد لله نحقق ربح من القناة. من يقول لك أن اليوتيوب يحظرك أو يحظر حساب الأدسنس هذا الكلام غير صحيح. وليتكن قناتنا عبارة عن تجربة للجميع أو تجربة لك أنت كمشاهد. أنت الآن تشاهد قناة موجودة في داخل سوريا وتحقق ربح، وما دمت تعمل على القناة بشكل صحيح وعلى المواضيع التي سنتكلم عنها إن شاء الله لن تواجه مشكلة في قناتك. والآن لكي لا نطيل الفيديو سنتحدث عن الأشياء المهمة بخصوص اليوتيوب في سوريا. سنتكلم بشكل تدريجي. في البداية سنتكلم عن الأشياء المهمة بخصوص إنشاء القناة، وبعدها عن حساب الأدسنس، وبعدها سنتكلم عن إقامات السوريين في خارج سوريا وعن إثبات الهوية، وأيضا في نهاية الفيديو سنتكلم عن سحب الأرباح. لنبدأ أولا بخصوص مواضيع إنشاء القناة. السؤال الذي دائما يتكرر عندما ننشئ القناة، هل هناك مشكلة من إنشاء حساب جيميل في سوريا أو تأكيد الحساب بالرقم السوري؟ أريدك أن تعرف أن كل شيء له علاقة ضمن اليوتيوب يمكنك ربطه بسوريا إن كان حساب جيميل أو رقم هاتف أو أي شيء آخر. بمعنى أنت عندما تنشئ قناة يوتيوب يطلب منك تفعيل التحقق بخطوتين على حساب جيميل القناة، والتحقق بخطوتين أصبح شرط أساسي للربح من اليوتيوب. ولكي تفعل التحقق بخطوتين يجب أن تربط الحساب برقم هاتف، إن كنت ستكتب الرقم السوري ليس هناك مشكلة. وأيضا بعدما تنشئ القناة اليوتيوب يطلب منك إثبات ملكية للقناة برقم الهاتف، وإثبات الملكية يكون لتضع صورة مصغرة لفيديوهاتك ولترفع فيديوهات تتجاوز مدتها 15 دقيقة. إن أثبتت ملكية القناة برقم الهاتف السوري ليس هناك مشكلة، كل ما يتعلق في اليوتيوب يمكنك ربطه برقم هاتف سوري. أما بالنسبة لحساب جيميل أدسنس ليس هناك مشكلة إن أنشأته في سوريا، لكن الأفضل أن لا تربط حساب جيميل أدسنس برقم هاتف سوري. وأيضا يوجد ملاحظة يجب أن تنتبه لها، عندما ننشئ حساب جيميل يطلب منا معلومات مثلا كالاسم وتاريخ الميلاد إلى آخره، يجب أن تكون هذه المعلومات باسم صاحب حساب الأدسنس ومطابقة لبطاقة شخصية أو الإقامة لكي لا تواجه أي مشاكل في المستقبل عند إثبات الهوية. وتكلمنا عن هذا الأمر في فيديو إنشاء حساب أدسنس، تجد الفيديو في الوصف. هل المشاهدات والمشتركين وساعات المشاهدة تحتسب إن كان المشاهد يشاهدنا من سوريا؟ لربما قد تحدثنا عن هذا الموضوع في فيديو سابق، لكن سنتحدث عنه مرة أخرى بسبب تكرار السؤال. وفي الحقيقة أي شخص يشترك في قناتك أو يشاهد فيديوهاتك إن كان من سوريا أو من الهند أو من كوريا الشمالية أو من أي مكان آخر، حتى لو كانت هذه الدولة محظورة من قبل اليوتيوب، اليوتيوب يحتسبه من ضمن المشتركين ويحتسب المشاهدات أو ساعات المشاهدة وحتى لو كان المشاهد من دولة محظورة. والشيء الوحيد الذي لا يحتسبه اليوتيوب من المشاهد في سوريا أو من أي مكان محظور هو الأرباح. عندما تأتي مشاهدات لقناتك من دولة محظورة لا يظهر للمشاهد إعلان وصاحب القناة لا يربح من مشاهداته، لكن المشتركين وساعات المشاهدة والمشاهدات تحتسب في القناة. برنامج شركاء يوتيوب غير متوفر في موقعك الجغرافي. أنشأت قناة يوتيوب وعندما دخلت إلى قسم تحقيق الربح تفاجأت أن اليوتيوب يقول برنامج شركاء يوتيوب غير متوفر في موقعك الجغرافي. ما هو الحل؟ تحتاج إلى تعديل موقعك الجغرافي. كيف نغير الموقع؟ نفتح استوديو يوتيوب من متصفح كروم. ننتقل إلى قسم تحقيق الربح. يقول لنا ميزة تحقيق الربح ليست متاحة في موقعك الجغرافي. نضغط على تعديل الموقع الجغرافي
يتم تحويلنا إلى إعدادات القناة. هنا في قسم بلد الإقامة تحدد أي بلد تريده وتضغط على حفظ. وهنا تم حل المشكلة. الآن يبدأ اليوتيوب يحتسب لك ساعات المشاهدة والمشاهدات والمشتركين. متى نحتاج إلى استخدام VPN بالنسبة لليوتيوب؟ لا تحتاج إلى VPN في اليوتيوب أبداً. تحتاج إلى VPN مرة واحدة فقط في استوديو يوتيوب عندما يتم تفعيل الربح على القناة. بعدما يتم تفعيل الربح على القناة، هنا تحتاج إلى تفعيل أشكال الإعلانات على القناة. ويجب أن تكون مفعل VPN ليتفعل الربح والإعلانات على القناة. أما مثلاً لتفعيل الربح على كل فيديو ترفعه على القناة، لا تحتاج إلى VPN. يمكنك أن تفعل الربح على الفيديو بعد رفعه على القناة دون أن تستخدم VPN. لننتقل الآن إلى مواضيع حساب الأدسنس. لنبدأ بإنشاء حساب الأدسنس. هل أنا من يقوم بإنشاء حساب الأدسنس في سوريا أم صديقي في الخارج من ينشئ الحساب؟ بخصوص إنشاء الحساب ليس هناك فرق. يمكنه هو من ينشئ لك الحساب أو أنت تطلب المعلومات التي تريدها وتنشئ الحساب في سوريا. تحدثنا سابقا أنه تستطيع إنشاء الحساب في سوريا عن طريق VPN. يعني لربما قد يكون صديقك لا يعرف بمواضيع إنشاء الحساب وأدسنس وهذه الأمور، فيعطيك المعلومات التي تريدها وأنت من ينشئ الحساب، فليس هناك فرق في إنشاء الحساب. هل أعطي صديقي حساب القناة وهو يربطه بأدسنس؟ أو هل يمكنني أنا في سوريا من يربط أدسنس بالقناة؟ ومتى يتم ربط الحساب بالقناة؟ بعد إنشاء حساب أدسنس ويتفعل الحساب، هنا يكون الحساب جاهز لربطه بالقناة. يمكنك أنت من يربط الحساب بالقناة أو صديقك أيضا، ليس هناك مشكلة، لكن أنت تحتاج إلى VPN لربط الحساب بالقناة. وبالنسبة لمتى يتم ربط الحساب بالقناة، لا يتم ربط الحساب بالقناة حتى تحقق الشروط. بعد أن تحقق الشروط المطلوبة والتي هي إما 1000 مشترك وأربعة آلاف ساعة مشاهدة من الفيديوهات الطويلة أو 1000 مشترك وعشرة مليون مشاهدة من الفيديوهات القصيرة. بعد أن تحقق الشروط تستطيع ربط الحساب بالقناة وتقديمها للمراجعة. وفي الفيديوهات السابقة عندما تكلمنا عن إنشاء حساب الأدسنس، تكلمنا أنه لا تنشئ الحساب حتى تقترب قناتك من تحقيق الشروط، لأنه إذا تم إنشاء الحساب ومر 6 أشهر على إنشاء الحساب ولم يتم ربطه بالقناة، سيتم إغلاق الحساب بسبب عدم النشاط ولا يمكنك ربطه بالقناة. لذلك إنشاء حساب الأدسنس يكون قبل تحقيق الشروط بأيام قليلة. تغيير حساب أدسنس المرتبط بالقناة. لنفترض أنشأت حساب أدسنس باسم أحد أقاربك في خارج سوريا. قمت بربط الحساب بالقناة وبدأت تحقق ربح من هذه القناة ويرسل لك أرباحك. لنفترض بعد مدة معينة سافرت إلى بلد معين وتريد أن تنشئ حساب أدسنس باسمك بهذا البلد وتربط الحساب بالقناة لتكون أنت من يستلم أرباحك. هل يمكن تغيير حساب الأدسنس المرتبط بالقناة؟ نعم، يمكنك تغيير الحساب المرتبط بالقناة، واليوتيوب يسمح بتغيير حساب أدسنس المرتبط بالقناة، لكن يوجد بعض النقاط يجب أن تنتبه لها. بعد أن يتم ربط الحساب بالقناة ويتفعل الربح عليها، هنا تبدأ إجراءات حساب أدسنس، مثلا كالمعلومات الضريبية والبين كود وإثبات الهوية. إذا أردت أن تربط القناة بحساب الأدسنس الجديد، ستعود الإجراءات من البداية. سترسل المعلومات الضريبية من جديد وتنتظر البين كود الجديد وتثبت الهوية من جديد. فيجب أن تعرف أنك ستبدأ بأدسنس الجديد من البداية، ولكن الذي يهمنا أنه يمكننا تغيير الحساب المرتبط بالقناة. الآن لننتقل إلى الموضوع المهم والذي تكرر السؤال عنه أكثر من مرة، وهو فتح حساب الأدسنس عن طريق VPN في سوريا. هل هناك خطر على الحساب؟ وفي الحقيقة أن VPN ليس آمن بشكل كامل، بمعنى أنت لا يمكنك فتح حساب الأدسنس عن طريق VPN وأنت مرتاح البال دون أن يحصل لك مشاكل. لكن تحدثنا من قبل عن أشياء تقلل من خطورة VPN، مثلا تطبيقات VPN بشكل عام. عندما تريد أن تتصل بها وتغير موقعك، يعطيك بعض الدول التي تريد أن تختارها لتحديد موقعك بهذه الدولة. وتكلمنا أنه تختار دولة معينة عند إنشاء حساب الأدسنس، وعندما تربط الحساب بالقناة، وعندما تدخل إلى الحساب، ولا تختار إلا هذه الدولة. وأيضا لا تغير دائما بتطبيقات VPN، وحاول أن تعتمد على تطبيق واحد لفتح حساب الأدسنس من خلاله. لكن إذا أردت أن تكون بأمان ولا يحصل لك أي مشاكل في المستقبل، الأفضل أن لا يتم فتح الحساب في سوريا، وأن يتم إدارة حساب الأدسنس من قبل صاحب الحساب في خارج سوريا لتجنب الوقوع بأي مشاكل، وبالأخص إذا بدأت القناة بتحقيق الربح.
إذا أردت أن تعمل بشكل صحيح، أنت يكون دورك إدارة القناة، وصاحب حساب AdSense هو من يدير الحساب. وحتى أن هذه الإجراءات يطلبها AdSense في البداية فقط، كإثبات الهوية والمعلومات الضريبية إلى آخره، لا يبقى أي إجراءات أخرى. وحتى أن الأرباح تتحول بشكل تلقائي، بمعنى أن الأرباح أولاً تتجمع في القناة، بعدها تتحول إلى حساب AdSense، وبعدها تتحول تلقائياً من حساب AdSense إلى الحساب البنكي. بهذه الطريقة تتحول الأرباح، يعني حساب AdSense لا يحتاج إلى إدارة سوى في بداية إنشاء الحساب وربط الحساب في القناة. لننتقل الآن إلى مواضيع إثبات الهوية. لنوضح أولاً ما هو إثبات الهوية. بعد مرور فترة معينة على تحقيق الربح من القناة، AdSense تطلب منك إثبات هوية، يعني تريد منك أوراق رسمية تثبت صحة المعلومات التي كتبتها عند إنشاء الحساب، والمستندات التي تقبل في إثبات الهوية صورة جواز سفر أو بطاقة شخصية أو رخصة قيادة أو إقامة وبعض المستندات الأخرى. لربما قد سمعت بأن صورة إقامة السوريين في خارج سوريا لا تقبل في AdSense. هذا الكلام غير صحيح، ولا تصدق كل ما يقال، ولو كان يوجد شيء من هذا الكلام لتكلمنا عنه في القناة. لننتقل إلى مساعدة AdSense لنرى ماذا يقول لنا. متطلبات المستندات بالنسبة إلى الحسابات الفردية: يجب أن يكون مستند تعريف الهوية صادرا عن جهة حكومية، مثلا جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة أو تصريح إقامة أو غير ذلك من مستندات تعريف الهوية. يعني من ضمن المستندات أو الأوراق التي تقبل في إثبات الهوية هي تصريح الإقامة. وحتى أن AdSense لم يقول لن نقبل في إثبات الهوية إلا هذه المستندات، بل يقول هنا أو غير ذلك من مستندات تعريف الهوية، يعني قد يتم قبول مستندات أخرى إن كانت رسمية وصادرة عن جهة حكومية. باختصار والخلاصة من هذا الكلام، أي شخص سوري مقيم في أي دولة كانت واليوتيوب غير محظور فيها، عندما يصل إلى مرحلة إثبات الهوية فقط يصور الإقامة ويرسلها لأدسنس وتقبل إن شاء الله دون أي مشاكل. وبالمناسبة يجب أن تكون معلومات حساب AdSense مطابقة 100% لصورة الإقامة، ويجب أن تكون الإقامة سارية المفعول وليست منتهية الصلاحية. فأصحاب القنوات في سوريا عندما يطلب منك AdSense إثبات هوية، تطلب من صاحب الحساب أن يصور لك الإقامة ويرسلها لك حتى تثبت الهوية، أو هو من يدخل إلى حساب AdSense ويثبت الهوية. وبالنسبة لموضوع إثبات الهوية تكلمنا عنه في فيديو سابق بشكل تفصيلي، الفيديو تجده في الوصف. هنا يأتي السؤال الآخر: لنفترض أن لدي شخص في خارج سوريا لا يملك إقامة وليس لديه أوراق رسمية تثبت إقامته في هذا البلد، هل يمكن أن أنشئ AdSense باسمه؟ وعندما يطلب منا إثبات هوية، هل تقبل الهوية السورية أو الجواز السوري حتى لو كان الشخص مقيم في خارج سوريا؟ بالنسبة لحساب AdSense يمكنك إنشاء الحساب باسمه وربط الحساب بالقناة، لكن عندما تصل إلى مرحلة إثبات الهوية ستتوقف عند هذه الخطوة، وسيصبح حساب AdSense بلا أي قيمة أو فائدة، لأن AdSense لا يعرف أنت مقيم في خارج سوريا حتى ترسل له المستندات التي تثبت صحة هذا الكلام. وإن أرسلت له جواز سفر سوري أو الهوية السورية يتم تعليق الحساب، ولربما يتم إغلاق الحساب للأبد، لأنه سيفهم أنك مقيم في سوريا وأنشأت الحساب في سوريا، فالجواز السوري أو الهوية السورية لا تقبل في AdSense. فإن كان لديك أي شخص في خارج سوريا وليس لديه أوراق رسمية أو إقامة، لا يمكنه أن يفيدك في AdSense وفي الربح من اليوتيوب. لننتقل الآن إلى مواضيع سحب الأرباح. لسحب الأرباح من اليوتيوب يجب أن يكون لدينا حساب بنكي. بعد أن ننتهي من إجراءات حساب AdSense كالمعلومات الضريبية والبين كود وإثبات الهوية، هنا نربط حساب AdSense بحساب بنكي. إن كانت عملة حساب AdSense الدولار، عندما تصل أرباحك إلى 100 دولار تستطيع سحب الأرباح، ولا يمكنك سحب أرباحك إن كانت أقل من 100 دولار. أما إن كانت العملة في حساب AdSense غير الدولار، يختلف الحد الأدنى لسحب الأرباح، ويمكن أن يكون أقل من 100 دولار. السؤال المهم: هل يجب أن يكون الحساب البنكي بنفس اسم صاحب حساب AdSense؟ ليس إجباري بأن يكون بنفس الاسم، يمكنك أن تربط حساب AdSense بحساب بنكي باسم مختلف عن اسم صاحب حساب AdSense. المهم أن تضيف حساب بنكي صحيح وجاهز لاستلام الأرباح، ويجب أن يكون البنك بنفس الدولة، يعني مثلا لا يمكن أن يكون حساب AdSense في الإمارات والبنك في مصر، يجب أن يكون حساب AdSense والبنك بنفس الدولة. لكن في بعض الأحيان أو في بعض الحسابات عندما يكون الاسم في حساب البنك مختلف عن الاسم في AdSense، هنا AdSense يرسل لك إشعار على جيميل
يطلب منك إثبات هوية ليتأكد أنك أنت من يضيف هذا الحساب البنكي، لأن اسم صاحب الحساب يختلف عن الاسم الموجود في أدسنس، فيطلب منك إثبات هوية ليتأكد أنه لم يتم اختراق الحساب أو من يخترق حساب الأدسنس هو من أضاف هذا الحساب البنكي لسرقة الأرباح، فيطلب منك إثبات هوية ليتأكد. سؤال آخر، لنفترض الشخص الذي تريد إنشاء حساب أدسنس في اسمه لديه حساب بنكي من قبل، هل يجب أن يفتح حساب بنكي جديد لربطه بأدسنس؟ لا طبعا، ليس بحاجة بأن يفتح حساب بنكي جديد، الحساب القديم يمكننا أن نربطه بأدسنس، لكن يوجد ملاحظة يجب أن تنتبه لها. بعض الأحيان عندما نضيف حساب بنكي هنا أدسنس يريد أن يتأكد أن هذا الحساب جاهز لاستلام الأرباح، فيرسل لك مبلغ بسيط خلال 48 ساعة ليتأكد من الحساب، والمبلغ يكون عبارة عن سنتات قليلة، مثلا 20 سنت أو 25 سنت أو مثلا 27 سنت إلى آخره. عندما يرسل لك هذا المبلغ يريدك أن تكتب ما هو المبلغ الذي وصلك للحساب بالتحديد، فإن كنت تريد أن تضيف حساب بنكي قديم وفي هذا الحساب يوجد أموال قبل أن تربط الحساب بأدسنس، تفقد المبلغ الموجود بالضبط لتعرف كم هو المبلغ الذي أرسله أدسنس للحساب، وتكتب المبلغ الذي وصلك ويتفعل الحساب ويصبح جاهز لاستلام الأرباح. والآن أعتقد أننا تحدثنا على أغلب الأشياء المهمة بخصوص اليوتيوب وأدسنس بشكل عام. إن كان هناك بعض الأشياء لم نتكلم عنها أو لم نركز عليها في هذا الفيديو، اكتبوا لنا في التعليقات لنخصص لها فيديو آخر. والآن شكرا على المشاهدة، بالتوفيق للجميع.